أن الله جل وعلا مستو على عرشه بائن عن خلقه، وهو معهم جل وعلا بعلمه وبقدرته مع الخلق عامة، بعلمه وقدرته ورحمته، ورحمته وسعت كل شيء، ورحمته وسعت كل شيء، ومع خواص عباده وأوليائه معية نصرة وتأييد ورحمة وفضل، كما قال الله عن محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وقال جل وعلا عن موسى كليمه قال: كلا إن معي ربي سيهدين. وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة، مع عباده من بني إسرائيل. فهذه معية خاصة تتضمن التأييد والنصر والرحمة لأولئك الذين فضلهم الله جل وعلا. فكل ولي لله الله جل وعلا معه معية تأييد، وهذا لا يمنع البتة أن يكون الله جل وعلا وهو كذلك مستو على عرشه بائن عن خلقه.